حياكم الله حبيتي المشاهدين، رجعنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم احنا متواجدين في منطقة أم رواية التابعة إلى محافظة كربلاء المقدسة بضيافة السادة. حياكم الله سيد. أهلا وسهلا بك، رحم الله والديكم، هلا بكم، ربي يحفظك. طبعا أعرفكم على سيد خالد. سيد خالد، سيد اليوم نريد نقضي ساعات هنا يمكم. أهلا وسهلا بكم، نريد نشوف حياتكم، طبيعتكم، تقاليدكم، كل شيء يختص بكم اليوم نريد نعرفه. أهلا وسهلا بكم، الله يحفظك، رحم الله والديك، الله يخليك. منين نبدأ سيد؟ منين تبدي؟ نبدأ من الحلال، نشوف الحلال. هذا الحلال موجود، خلينا نشوف الحلال. سيدنا أنت موظف؟ أنا عسكري. أنت عسكري؟ زين، بس ساكن هي. سولفنا الصبح بها ساعة تقعدون؟ يعني احنا عموما الساعة بثمانية بالسبعة ما حد يبقى نايم. زين زين، يعني اذا قعدون اللي عنده حلال واللي عنده زريع. زين، تمارسون حياتهم هاي الريفية يعني. انتوا عندكم بس حلال هنا؟ لو عندكم غنم، عندكم فتشي غير ال اي هن ذن ابوي والوالدتي. زين زين، واحنا هم نساعدهم يعني بيهن. عندنا حشيش، عندنا مثلا نزرع، نسقي زريع. زين زين، هاي لها تسميات هم مسمينها؟ لا، ما احنا ما عندنا تسميات الهندن. والله قبل هاي شو قبل وقت الحليب؟ يمتى وقت الحليب؟ الصبح. بس الصبح؟ الصبح ومرات العصر يعني. ما نقدر شويه نحليب شويه نشوف الحليب؟ خلينا نشوف. والله ما ادري يعني شلون طريقه الحليب، ما ادري. يعني هنا صعوبه شويه. سيد اكيد يعني انتم تقاليدكم وطقوسكم ايه تختلف نوعا ما عن البقيه. صحيح. زين، نشوف هاي بيوتنا كلها احنا ولد عم وقرايب. زين، يعني تبدا من هاي المنطقه توصل لهناك. زين، عندنا يعني تقاليدنا، واحد ينطل واحد وعندنا صله رحم بيناتنا. عاش تدري احنا السادات سيد جاسم يصحون يعني. والنعم. اي والنعم. سيد هذا المي منين يجي؟ هذا من الهنديه. من الهنديه؟ اي، هذا موتور ناقل على الكهرباء. زين. اي، هذا يتغذي كل الاراضي اي هذا هاي القاع هي احنا فلح بيها. اي احنا في الاريح بيها، احنا اولاد عمي بعد هم كنا ناس هم في الاريح بيها هنا. زين. اي هسه ننتقل للغنم، نروح نشوفها؟ وقت ليه نقدر؟ اي خلينا نروح نشوف الغنم. هنا ما زرعين؟ والله هذا عندنا بانيات، هذا باني، هذا بانية. يجي وقت موسم اللوبيا نزرع لوبيا، يجي وقت موسم الباقي نزرع باقي. شنو موسم يعني نزرع؟ هسه عندنا بصل زارعين هنا بهذه. بصل؟ اي زين. هسه احنا وصلنا للغنم، خلينا نشوف الغنم. وين الخروف؟ وين الخروف؟ ذاك الخروف. هسه هو ما ادري مصدوم. ها؟ الخروف مصدوم. اي لا، هن ما يخافون. ما يخافون؟ لان ما يخافون، متعودات يعني. زين. اي. سيد تكاثرهم شلون يكون؟ والله هو بالسنه مرتين. كل ست اشهر. كل ست اشهر. اي يتكاثر بالنسبه للغنم. اسعارهم شلون تكون للغنم؟ والله هو يعني ورا الوزن مالته. زين. اي. هسه يمكن بالاعياد، وهسه احنا مقبلين على عيد الفطر المبارك. صحيح. يزداد الزخم. اي اي، يصير يصعد، يصح السعر. اي سعره يصعد. اي زين. اي يزينوهن، يزينوهن بموسم الصيف، بدايه الصيف. ويسويهن امي. شو تسوي؟ تغسلهن ونسويهن هذا، يصير جودليه يصير. الله. اي وبعد شو استفادون بعد من الصوف؟ هو ما احنا ما نستفاد منه شيء غير اللي فرش. انا سامع البدو بانه اذا صار عندهم جرح او اذا صار عندهم فد شيء، هذا صوف الغنم يحرقونه وياخذون هذا الرماد مالته يخلونه على الجرح. اي للجرح. اي شلون كيفك؟ احنا قناه نوادر العراق. اهلا وسهلا. هسه المشاهدين جاي يشوفونك. اهلا وسهلا. السيد يقول انتم جايين كل شيء ماكو طرق العيد، لا جايبين كيماوي، لا جايبين داب، لا جايبين العيد، هذا كله ما موجود. والله كل شيء ما موجود، كل شيء ماكو، حرام.
غالي غالي ايه. غير مثلا نروح مثلا زراعه تدعمنا تعطينا كيماوي تعطينا حبوب تعطينا مثلا ما حتى ماي ماكو والله صح. زراعه ذاك الوقت كان اكو ماي ونزرع شلب ونزرع شعير ونزرع بصل ونزرع طماطه عيشتنا على هاي كانت حلال كانت يعني حتى تقدر تحصل يعني الحاجه بسهوله ذاك الوقت يعني حسب هذا العصر يعني صارت الوضعيه شوي يعني شنو الاختلاف سيد شنو الاختلاف؟ اختلاف يعني ماكو دعم يعني هو احنا شنو فلاليح؟ الفلاح اذا ماكو دعم له مثلا التمر ما يصير التمر يجي شو اسمه التاجر ياخذها من عندنا ب 250 300 الف الطن وهاي بعد وانتهت بعد وانت حاطهم كلهن عليه حاط لقاح وترشيس وكل حاطه هذا خاصه من جيبه انا كنت اسمع من اهلي قبل ايه. يقولون اللي عنده عريس وعنده مناسبه ينتظر ايه. الموسم ايه. ينتظر التمر ايه. ينتظر الحصاد ايه. بعد ما يسوي هسه بعد ما يسوي حل هذا بعد ما ايه ما يسوي حل ايه. لا ان شاء الله بكم ايه. البركه الله يحفظك سيدي مرحبا نعرف الزواج قبل شلون انت شلون زوجتك العلويه لا قبل الزواج بسيط يعني قبل شلون الزواج الزواج كان قبل مثلا يعني انا بتعمي بتخالي غير غريبه حتى لا غريبه ماكو يعني تروح تخطب وتاخذ ماكو تروح تشوف ماكو ممنوع بدون ما اشوف بدون ما اشوفها خوش بعدين تجي مثلا الاثاث اللي هي تتبع الزواج شنو بيئتك انت هاي بيئتنا قبل نجيب باريه نسوي شرداغ ونجيب خشب ونسوي هذا ونجيب بواري ونجيب المرأة صفجولها ويحطونها بهاي الشرداغ هذا شغلة بسيطة الناس تفرح هسه الناس تختلف الوضعية صارت بعدين صارت سيد هل حبيت حياتك؟ لا 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 خلي والله لا احنا قبل تقعد المرأة من الصبح تجيب عندها حطب ومطار ماله تكرم ماله هوش يتمطيل هذا كان شتاء سونا نار ونجي نقعد احنا ولدنا مثلا موجودين كانوا وعدنا مثلا بلاد كبار وصاروا بعد صاروا مثقفين نقعد على النار وتجيب الخبزه نحميها على المطاله تشرب جمره ونحميها على المطاله ونخفض الشاي ولو اكو حليب مثلا ما حليب ما له ما لهوش عندنا هوش احنا نسوي روبه الحلوه هاي ما تفكر بشيء يعني بعد وراك شنو راحه نفسيه اي ماكو ماكو يعني مثلا هذا احنا نسوي ولادنا طويريج ما قرر طويري مثلا يوم ويا شو اسمه 10 ايام بالشهر يجوز مثلا قبل احنا بزماننا كان ماكو تكرم ملاد مطعيه تركب المطيه وتروح للسوق بعد شو بدك للسوق بعشرتك بعد شهر ما تروح ايه فهاي حياه قبل هاي شكل كانت يعني وكانت بسيطه امراض ماكو يعني انا ما شفت واحد قال انا عندي سكر ذاك الوقت نادر يعني يجوز بالاليف بالمنطقه بطول بالولايه يجوز لك واحد ماكو لان اكل صحي الاكل شنو الاكل الاكل مثلا احنا هسه برا صير هاي القنيبره تجيب المرأة قنيبرة وتنظفها وتغسلها وتحطها بالجدير وتفورها القنيبرة وصل الغداء احنا ندقع خبز شعير خبز شعير ماكو حنطة حنطة ممنوع ماكو حنطة منين اكو حنطة يعني طيب وشوف يعني الانسان يعني قوي صحته قوية ماكو امراض ماكو يعني شيء هسه كله تون اي والله كله تون وعلى شنط تلقاك الريوي اي بس هو يعني هو ما يعني ما يعني هو الزمن هذا شكل اي والله هو الزمن شكل انصار يعني ما تقدر يعني التطور صار اكثر بعد سيارات ماكو سيارات قبل يعني ماكو سيارة يعني سيارة بايسكل لا تحصلك بايسكل انت كل زين بايسكل تروح للطويريج بدرهم نجيبها نأجرها من واحد بطويريج يأجر بايسكلات نجيبها بدرهم وثاني يوم ترد لا عاطي تسحب بيسحب وترد لي الدنيا سيد هسه كل شيء اختلف هسه كله تكنيك وانترنت هذا بعد هسه الوضعية وين هسه بعد وين بعد هاي يعني والله اي هسه سيد عندك صفحة؟ لا من لا ما عندي موبايل لا اي موبايل عندي بس قران ودعاء بعد شو راح اشوف الحلقه؟ الحلقه والله ما ادري بعد النعم انك سيد
اخذنا سيد خالد للشط، وين بالضبط السيد؟ للعبره؟ اي للعبره. للعبره، للعبره. شنو هاي العبره؟ يعني شنو اللي يميزها؟ هي هاي قديمه خاش. يعني من جزء قبل 25 30 سنه اكثر بعد. زين، هي هاي بقت نفسها. نفسها اي ما تغيرت. ناس طلاب تعبر الاقصب الهنديه الدام متوسطه، يعني يعبرون من الحله الكربله. اي يعني حتى في زمن الزوار. اي بالضبط بالضبط. أه. اي حتى بزمن الزوار كانت السوار كلها عليها، السماوة الناصريه الكوت كلها كانت تجي منها علينا. زين، يعني نسهر نبقى 15 20 يوم خش. احنا هنا ليل ونهار. قبل أيه. قبل احنا هذا شوف هسه الواقفين بيه، قبل ما نقدر نوصله. يعني انا اقول لك شوف هسه ايش قد عاليه هاي خش. واحنا لغات يعني يلا بعيده، يعني ما تقدر. يعني المي كان زايد هو. زايد يعني كلش. لا هسه وين عم هسه ماكو مي. هسه جف. جف ماكو يعني هسه. يعني ميه يعني اضعاف اضعاف انتهى. زين. الاسماك موجوده. اسماك اشكال موجوده. اشكال لحد الان. يعني البلامه الصيادين من ينزل يجيب سمك ايش قد يريد. زين. احبتي المشاهدين، وصلنا الى ابو اكرم. راح نشوف ابو اكرم والمواقف اللي صارت وياه بهذا الشط. حياك الله بكرم. الله يسلمك يا غالي حضراني. اللي تريد ايش يصير اليوم؟ بدنا نعرف المواقف اللي صارت ابو اكرم. والله المواقف هوايه، ما يعني ما عندك من كل شيء هوايه. اول موقف الطلاب. طلاب كان عندي يمكن بال 21 طالب 22 طالب. زين. كان نسويهم دربين منا على هاي العبره. خوش. ومره انا ما موجود، كان ابن بداري كرار. صعد البنات يمكن من 12 13 وحده. ونقلب انا بذاك الصوب. تالي. تالي تنطلعين بشابعات. هذا اول موقف. وش قاعد يتحمل بيها هسه العبره؟ هذا يشيل 10 12 نفر قابل للحموله، يعني ما عنده اشكال بها. على طريقته هو ما حد هو حموله، ما حد يشيل هاي الحموله. على مسؤوليته. على مسؤوليته انا اشيل، هي ما يهمني. بس هو لا تدري الواقع خمس نفرات. خمس نفرات. ها؟ كف عن الاصبعين. هاي بايام الزوار لا تحكيها، يعني الشغل يبدي من الساعه بالسته العصر. ينتهي بالسته الصبح، بالاربعه، بالخمسه. حمولتنا 13 14 زائر 15. اي هي هاي الحموله. بلامه كانوا عندنا 25 بلامه. اي هذا يشتغلون الليل كله سياره لازمين. مره الموقف اللي صار بها، يعني صعد شخص معمم قاعد هنا في هذا مكانك، وجاي نغرف بنص الهنديه. انا درت وشي صدفه هيك لورا، سالني هذا العالم قال انت ليش درت وشك بهاي تغرف لقدام وتهق هي فالشخص يدفع بالكعد وراي. قال عجيب. قلت له والله. قال هذا صاحب الزمان. شلون هاي بيام الزوار. في المواقف الاخرى طلع لنا شيء هنا اسود، يمكن جماعه يذكرون الساده. انخبصت الدنيا عليه من ضمن اماني. جبت بندقيتي، وكان المرحوم سيد عوده الله يرحمه بهذا اليوم، بهذا شهر رمضان، هم كانوا ويانا. هذا الشخص يشيل التخامات شويه وصعد اسود، ما عرفنا تمساح ما ادري شنو. قلت هاي السالفه ما تطلع، خليني اجيب بندقيتي واقعد هنا. قعدت هو يطلع هنا، انا قعدت هنا بالكعل مالتي. نص الهندي هذا الحكي هنا، هم كانت ناقصه النقيصه هاي. والله لما طلع لنا سليب الماي. اي والله طلع سليب الماي هذا. وماخذ الاحتياطات. ماخذ تمساح الوادي بشني عبره بعد اللغت. عبره اللغات يعني هاي النسوان. قالت هاي هي اخويا تيم الله. هو يمكن ماكو هنا تماسيح نهائيا. لا بالشط ماكو ابد ما حاليا. لا ماكو. انا هنا الاسماك الموجوده هنا انواعها. والله هو الاجنبي هسه حاليا شبوط حر موجود. شبوط اي موجود هسه. هذا الاخر شو اسمه الشليك. شليك هذا هذا الزغار ابو شويفه. وهذا نقوله ماكو اللغات، كانت نصيدها ماكو بعد. ابو اكرم انت صار لك جد هنا، يعني وهذا شغلك في العبره 25 سنه. 25 سنه. نعم. هذا المكان هم يشوفون، يعني تجي طلاب، يعني سفره سياحيه. طبعا لا تجينا من كل مكان، من الحله، من بغداد. احنا نعبرهم مرات، يعني من هنا قاعدهم هنا يقعدون ويجيبون غدياتهم. غدياتهم عوائلي. حلو. ومن يخلصون يروحون للامام الحسن والمحسن. الامام الحسن والمحسن. يروحون هذول هي قريبين، يروحون يزورون يردون عيدانهم ذاك الصوب. ان شاء الله. الله يسلمك يا عمي. لا ما عندي شيء خالف خدمتكم. انا